من اللي غيره؟ كلمة من الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قال له: لو كان عبدا لأطاع مولاه. هي هاي الكلمة غيرت حياته. فضيل من اللي غيره؟ كلمة غيرت. عندما كان يسلق الجدار سمع قارئا يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ تغير. مالك ابن دينار شنو اللي غيره؟ كلمة من طفلته في عالم الرؤيا، كلمة من بنته الميتة في عالم الرؤيا قلب حياته. وهكذا شعوانة من اللي غيرها؟ آية من القرآن غيرتها. إذن الكلام مؤثر. واحد يقول: لا هذا ما يفيد الكلام، كلمت ويا 10 مرات، مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، واحد يتكلم ويؤثر الكلام.